لا انا كنظن مع الاسف الشديد، انا ما يعني مع الاسف، انا غنقول مشاع مع الاسف حشومه، ولا سيما انا ما غنذكرش الاسماء ديال الاحزاب، وكرا المواطن غيفهم ما يمكنش الحزب ملي تزاد هو في الحكومه مشاع معنا احنا، كان في الحكومه ديال السي عباس الفاسي، وكان في الحكومه ديال حكومه، كانوا في الحكومه ديال سجطو، وكانوا في الحكومات اللي قبل، وينتقد الحكومه وينتقد الاداء وينتقد الاحزاب اللي معاه في الحكومه، فما عندهم مسؤوليات كثيره وقطاعات استراتيجيه، قطاعات استراتيجيه. وبالتالي انا ملي كنمشي ندافع على الحكومه، انا عبد ربي الذي ما كل حتى انا ملي كنتكلم على جميع القطاعات، كندافع على الانجاز ديال الحكومه، افتخر بما انجزناه في الامور الاجتماعيه، والامور الاجتماعيه ما كيدبرهاش العداله والتنميه، كاين قطاعات فيها العداله والتنميه، وكاين قطاعات فيها يعني احزاب اخرى. ملي كنتكلم على الانجازات المهمه واللي فائده المغرب في المجال الاقتصادي والاستثمار، اغلبيتها ماشي عند العداله والتنميه، طبعا جزء منها عند العداله والتنميه، الطاقه والمعادن، ويعني ف يعني عند 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 طبعا حزب من الاحزاب اللي هو كينتقدنا مع الاسف، هو يشن هجومات، يعني وهذا الشيء ماشي اول مره كيديرها مع حزب العداله والتنميه، راه دارها مع سي عباس الفاسي، دارها مع احزاب اخرى. هذا اسلوب دائم ان يكون في الحكومه وان يطعن في الحكومه، والمغاربه راهم كيشوفوا، وراه المغاربه اذكياء، ما يمكنش تبقى كتسرى في المغرب وكتقول لي ما انا راه غنقد لكم المغرب وراه هادشي ما كاينش، وانت راه 30 عام ملي تنشاتي وانت وصل الحكومه، راه حشومه هذا لا يليق. وانا كنقولها للشباب وكنقول للاطر كنقول للنخبه، وانا كنسمع كل مره تصاور الناس، لا راه خص الواحد، لا قول اسيدي انا في الحكومه تحمل المسؤوليه بحال اللي كنتحملوا احنا في العداله والتنميه، وقول راه كاين نقص نتعاونوا عليه، حنا كنتحملوا المسؤوليه ديال هاد 10 سنوات، كنتحملوا المسؤوليه كما كنتحملوا المسؤوليه ديال تدبير الجماعات، كما كنتحملوا المسؤوليه. يمكنش حزب 30 عام كل مره موجود في الحكومه، يعني موجود وكيسير قطاعات مهمه، يعني لا المالي ولا الاقتصادي ولا الصناعي ولا الفلاحي ولا السياحي، وفي نفس الوقت يعني وكيسير جهات وكيسير جماعات، ويعني كانه في المعارضه وكانه ما عمره سير. لا يجب ان نتحمل المسؤوليه، فضلا على طعن في الاحزاب، وخاصه نتعرض لهذا الطعن. فانا كنقول حشومه ما يحصل، حشومه لا يليق لا يليق، وراه الذكاء ديال المغاربه الحمد لله راه كيعرف، راه ما غاتمكنش تمشي عندهم وتقول لهم انت بقيتوا فيا في العالم القروي، طبعا انت عندك القطاع اللي معني بالعالم القروي، كاش تمشي عند الناس في الاقتصاد تقول لهم طبعا الاقتصاد فيه مشاكل وانا لا جيت راه غنقاد، دابا قاد، شكون اللي منعك؟ ياك القوانين اللي كيجيبوها كدوز، ياك البرامج اللي كتجي كدوز، ما يمكنش تمشي تقول واحد المنطقه راه ما فيهاش استثمارات صناعيه استثماريه كذا، وراه يعني ما يمكنش نمشيو عند التجار الان، اسمحوا لي انا كنقولها، كنمشيو عند التجار ونقول لهم اي راه بقيتوا فينا، وراه القطاع التجاري عند من؟ جيبوا سيدي جميع الاصلاحات، والدكتور سعد ولا قبله سعد ديال بن كيران كاع الاصلاحات، لا من القوانين ولا بالبرامج اللي كتجي، يعني راه كان جاوا صناديق دوزناها، جات برامج دوزناها، جات اضافه ميزانيه دوزناها، كيجيو الوزراء وتيقول لك يا ودي ها القطاع شنو خاصو كندوزو. وبالتالي انا ارجو ان نحترم ذكاء المغاربه، وان نحترم ايضا العهد الذي بيننا، يمكننا نختلفوا سياسيا، كنا يكون واحد الخلاف، ولكن ان يتبرأ الانسان او ان يطعن في تجربه وهو فيها، فاسمحوا لي هذا لا يليق، وما غينطاليش على الذكاء ديال المغاربه. طبعا هذا بالمناسبه، نحن بالنسبه لحزب العداله والتنميه هذا الشيء راه سنه جاريه. انا منذ ان التحقت بالامانه العامه في 96، وبعدها بشويه لما تحول الحزب الى حزب العداله والتنميه، تحملت المسؤوليه ديال الاحداث، بالاضافه للشبيبه كنت مسؤول على احداث ما يسمى بالهيئات القطاعيه، يعني وكنت وراء انشاء يعني مع اخواني الاخرين هيئه المهندسين، هيئه الاطباء، هيئه الصيادله، هيئه المحامين، كنت وراء. راه هذا الشيء عندنا سنه ثابته، ولكن ما كنخليوهاش حتى كتجي الانتخابات، لانه اليوم كنسمع بعض الخطابات ديال بعض الاحزاب السياسيه، وسمحوا لي مره اخرى يجب ان نحترم ذكاء المغاربه، كيقول لهم نحن حزب ديال النخبه، كيفاش وحتى كتقرب الانتخابات تمشيو تقلبوا على هذه النخبه، قد كتلاقاو مع النخبه وتقول لهم مرحبا، وثم هذه النخبه علاش ما كانتش هذه شحال؟ اين كانت لكي تساهم هذه النخبه؟ فلذلك انا كنقول كاين احزاب اللي عندها دي ستركتور حقيقيه، انا كنقولها الراي العام كنقولها الاطر، كاين احزاب اللي هي منظم، احزاب وطن عندها هيئات منذ زمان وكتشتغل وكتستقطب منذ زمان، وكاين احزاب انتخابيه، وديك يجب ان نفرق بين الاحزاب السياسيه والاحزاب الانتخابيه، والمغاربه راهم كيشوفوا. ثم هاد الاحزاب اللي كتقول عندها النخبه وحزب احزاب اخرى ما عندهاش، وكيفاش غادي الان كتقلبوا على الناس تجيبوا المنتخبين يعني تجيبوا المرشحين من احزاب اخرى وكتقلبوا عليهم؟ ملي عندك جيبهم من الكفاءات اللي عندك. انا لست ضد الانفتاح على الكفاءات، وكيف 10% 20%،
ولكن التشكيله كلها كتبدل كل مره، لا في المرشحين ولا في الفريق البرلماني ولا في الحكومه، كل مره. اذا اين هي النخب اللي هي موجوده؟ فانا كنظن يجب على الاحزاب ان تستمر في استقطاب النخب، ان تنفتح على النخب، ان تنفتح على ترشيح النخب، ولكن خصها تكون عندها هذا مسار دائم ماشي تقرب الانتخابات. نفسه نفس الامر ديال العنايه بالفقراء والمساكين، راه اللي بغى يفكر فيهم كيفكر فيهم قبل ما تقرب الانتخابات، اللي بغى كيفكر فيهم قبل ما تقرب الانتخابات. اليوم المواطن راه بدا كيقول لهاد شي ناس، كيقول لهم فين كنتوا هادي شحال، عاد اليوم بانوا لكم حنا فقراء، عاد اليوم بان لكم حنا مساكين، عاد اليوم بان لكم حنا خاصنا، فين كنتوا العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، فين كنتوا هادي 10 سنين، فين كنتوا هادي عامين؟ يعني فلذلك راه المغاربه عين المغاربه ما كيتكلموش، ولكن ذكاؤهم كيعرفوا شكون اللي قريب منهم دائما، كيعرفوا شكون اللي كيفكر في النخبه وفي الاطر دائما، كيعرفوا شكون اللي كيفكر في تحسين الخدمات دائما، كيعرفوا شكون اللي كيفكر في التواصل دائما. وحزبنا لا يحتاج طبعا الى ان يزين يعني سمعته بكراء يعني دي موتور اللي كيصنعوا، راه مع الاسف اليوم انفضحت القضيه، شي وحدين مشاو كيشريو شي ماكينات الكترونيه اللي كتقد تقول لهم جام، هما دوك راه كيكذبوا حتى في الاخر، راه اكتشفوا شي وحدين عام مخلوقين. راني سهله، انا راه جو انفورماتيسيان، راه في المعلومات، قد دابا نجلس انا وياك بعد ربع ساعه ونعطيك جوج المليون ديال الناس كيقول لك جام، راه ما اسهل فيها، ما سهله وبسيطه، يمكن واحد هادشي سهل وبسيط. ولذلك راه كما قال لي واحد مرة السيد، قال لي شوف لا يغريك هذاك ما يسمى بالرأي العام فيرتوال، الرأي العام الحقيقي هو في الميدان، وفي الميدان اللي كيشوفوا الناس. ولذلك المغاربة غادي يحكموا الحكومة ملي كيشوفوا الطريق، يحكموا الحكومة ملي يشوفوا شنو درنا في الفلاحة، يحكموا الحكومة ملي شنو درنا في الماء، الحكومة ملي شنو درنا في الكهرباء، يحكموا الحكومة شنو درنا في الصناعة، يحكموا الحكومة شنو درنا في المعادن، يحكموا شنو درنا في المقالع، يحكموا في الحكومة شنو درنا في التنمية ديال الجامعات القروية. هذاك الرأي العام فيرتوال قد ينطلي على البعض ولا ينطلي على ولكن غادي نقول واحد الكلام قد يكون قاصح ويسمحوا لي، لانه وانا ما غنذكرش الاسماء، اللي بغى يحن على المغاربه تي كنحلوا نحنوا عليهم، وهذا واجب. وانا هذه كلمه المحنه جات في واحد السياق، وان كان راه الواجب علينا ماشي كنحنوا، كنعطيو الواجب للمغرب، ونجيبوا البرامج والمشاريع وندافعوا على هذه المشاريع ونزيدوا نجتهدوا وندعوا في مشاريع، اجتماعيه ونتنافسوا عليها، ثانيا نحسنوا الخدمات ونستقبل المواطن مزيان في الجامعات اللي كنسيروها وفي الادارات اللي كنسيروها، ونحاربوا الرشوه ونحاربوا قهر المواطن ونعطيو نتائج مزيان، ورا المغاربه كيديروا المقارنه، راهم كيشوفوا. الامر الثالث، ملي تكون انت حزب عندك عدد من الناس ديال رجال الاعمال حزب، ما يغليوش على المغاربه، ما يغليوش عليهم في المحروقات، وما يغليوش عليهم في المواد الغذائيه، وما يغليوش عليهم في الملابس. يعني فراه هذاك هو العمل، بمعنى انك كدير ما يسمى بشركه مواطنه، بمعنى كتربح ولكنها ما كتكرفش على المغاربه. فلذلك الامر يجب ان يكون واضحا، ومره اخرى ذكاء المغاربه والشباب والاطر اكبر من ان ينطلي عليهم اي خطاب. هذا رايي، كان انا ما انا انا نقول لك رايي الخاص، لان طرحتي السؤال بصيغه الجمع، ما عمرنا عبرنا في حزب العداوه والتنميه على موقف رسمي. انا رايي، انا ما عنديش مشكل ان تجمع السلطه، ولا ماشي هذا هو المشكل. انا بالنسبه لي هو يطبق القانون، عاوتاني ما يمكنش يمشيو للحياه السياسيه غير الفقراء ولا فقط الطبقه المتوسطه، والا غادي نفصلوا الحياه السياسيه على رجال الاعمال على الاغنياء. لا، هذا الدستور كيسمح للجميع، كان فقير كان متوسط كان غني، ان يلج للحياه السياسيه، وكيسمح للجميع يكون غني، الله يجعله ما يكون غني، ان يكون وزيرا وان يكون مسؤولا. المهم هو أن يطبق القانون على الجميع كيفما كان موقعه. إنما أهلك الأمم من كان قبلكم، أنه إذا من اللي كيسرق الضعيف كيقيم عليه الحد، ومن اللي كيسرق الغني كيخليه. شي كلام ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة إلى العالم. القانون يطبق على الجميع، الضرائب يخلصها الجميع، قانون السير يحترمه الجميع كيفما كان موقع دياله، يعني التعامل في الاقتصاد والاستثمار يطبق على الجميع. جاء غني بغي يستثمر، أنا نقول لك انا كنتصب لاغنيكم اللي ما جيتكم خرجوا استثمروا، حنا نعاونكم، لان هذاك الغني بغيناه يزيد يربح، حنا ماشي جايين ضد الاغنياء، لا بالعكس بغيناه يزيد يربح. كل ما ربح كل ما استثمر، كل ما غيخلقنا فرص الشغل، كل ما غيعاوننا في التنميه، لكن يحترم القانون. نفس الامر بالنسبه لذاك اللي عنده شويه متوسط، نعاونوه ايضا باش يستثمر. نفس القضيه هذاك الصغير. ولذلك الى بغيت نعطيك غير فقط ما حصل في الى كانت عندكم الفرصه تجلسوا مع الناس المشرفين على المنظومة الاستثمار، مع الإخوان وزارة الداخلية، مع الهيئات، غيبان لكم التوازن في هاد 1500 مشروع اللي داز، فيه الكبار، فيه المتوسطين، وفيه الصغار، كل شيء كياخذ حقه،
خصنا، وهذا هو العداله. كاين العداله المجاليه يعني بين العالم القروي وبين المجالات، كاين العداله الاجتماعيه بين الفئات، وكاين العداله في المجال المالي وفي المجال الاقتصادي. فلذلك انا ماشي كيخوفني هو الجمع بين المال والسلطه، كيخوفني هو استغلال المال لتخريب الحياه السياسيه ولتخريب الحياه الاجتماعيه ولاهانه المغاربه، وكيخوفني هو استعمال السلطه لظلم الناس. ما ان يكون عندك المال ويكون عندك السلطه وتلتزم بالقانون، ويجب ان تكون عندنا، والحمد لله المغرب فيه هيئات مستقله ما خضعت حتى شي وزاره، هيئات مستقله اللي كتراقب الجميع. وقبلهم هناك جلاله الملك حفظه الله اللي كيشوف التوازنات، واذا كان هناك خلل ولم تراقبه اي مؤسسه يتدخل. انا اعتقد بهذا الشيء هذا يمكننا نحافظ على البلاد ديالنا. لا انا يمكن لي نتفهم البام، انا دائما كنقولها للناس ديال البام. طبعا البام الان في مرحله ديال المراجعه، داء في الحياه السياسيه ليست هناك علاقه ثابته. راه شحال من واحد سابقا راه عشنا الكتله كانت كتضرب مع احزاب اللي كتسميها الاداريه ام تحالفت معها، لان كيوقع تطور في الحياه. المهم هي المصلحه ديال البلاد نخدموها. كيمكن تكون عندك خط احمر شويه بعد التحولات والمراجعات، اما توقع عندك اما كتوقع عند الاحزاب السياسيه وكدير مراجعات. البام يمكن لي نتفهم انه كيدير المعارضه، يعني مع ملاحظات انه بعض المرات بعض الناس ديالو في البرلمان كيزايدوا، وراه الناس كيعرفوهم. انا ممكن توجه الى الحزب، الى بعض الناس اللي كيزايدوا ويديروا البوز وحين يديروا سبونسورين وكيزايدوا، راه الناس كيعرفوهم في الدوائر ديالهم. وبعض منهم راه كان في احزاب اخرى وكان كيسير، وبعض منهم كيسير الان جماعات وكيسيروا في الجهات، ولذلك ما ينتقدوا. وكنتمنى هذه المراجعات اللي وقع في الباب في الحزب ديال البام انها تؤدي الى نتائج، لان المستقبل ديال البلاد محتاج جميع الاحزاب. وممكن نطلقها، ممكن نطلقها، طبعا هذا قرار ديال المؤسسه. حزب الاستقلال نفس القضيه، حزب الاستقلال كنقدروه وكنحترموه وكنسمعوا له لما كينتقد، ولكن علاش كنسمعوا له ملي كينتقد وفي نفس الوقت كنقولوا له يا ودي راعي؟ لان حزب الاستقلال عشرات السنوات يعني دوز حكومات عديده. ملي حصلنا على الاستقلال دوز واحد العدد ديال الحكومات، وقبل منا راه كان سي عباس الفاسي، وقبل من سي عباس الفاسي راهم كانوا مع السي جطو، وقبل منه كانوا ودوزوا قطاعات اجتماعيه، دوزوا الصحه، دوزوا التعليم، دوزوا الشغل، دوزوا الماليه، دوزوا القطاع ديال المعادن وديال المحروقات، دوزوا واحد العدد ديال القطاعات. والان كيسيروا عدد ديال الجماعات، والان كيسيروا واحد العدد ديال الجهات. وبالتالي هما كمعارضه خصهم يقوموا بمعارضه ديالهم. نحن نؤمن بمعارضه قويه، هذا هو التوازن، كما نؤمن بنقابات قويه، كما نؤمن بضروره مجتمع مدني قوي، كما نؤمن بصحافه قويه. ولكن ملي يجي يقول راه الصحه ضربها تلافه، وهم كيعرفوا بانها دوزوا واحد شحال من عام في الصحه، وكيعرفوا ملي جينا الان اول مره في تاريخ المغرب الميزانيه ديال الصحه والمناصب ديال الشغل خياليه. راه اليوم عيف هذه الحكومه راه غنوصلوا ل 19000 منصب ديال الشغل في الصحه، غنوصلوا ل 22 مليار ديال الدرهم، 20 زائد 2 مليار، يعني اللي كنا يعني يمكن نقول لك الميزانيه ضربت جوج مرات هذه مقارنه مع اللي كان. في المجال ديال التعليم راه عشرات ديال الالاف، راه بدينا كنتكلموا على اكثر من 100000 ديال التوظيف في ظرف وجيز في المجال ديال التعليم، باش نحلوا باش ننزلوا اقل من 40 في القسم. واستثمارات مهمه، المنحه، راه تكلمت على المنحه، تكلمت على انه الان الميزانيه من 44 مليار في 2000 جينا لقينا 44 مليار، تقريبا 45 مليار سنه الحكومه السعوديه بن كيران بحوالي 50 مليار، اليوم راه وصلنا ل 72 مليار في المجال ديال التعليم. فمعنى اخر يعني انتقدني على الراس والعين، انت في معارضه، لا دير شي شويه ديال المقارنه وغادي تنسب هذه المعارضه ديالك انت، وراه يمكننا نتلاقاو في المستقبل.